واش مشى الحال على الجهاوي؟ هذا السؤال تعاود بزاف وبغيت نجاوب عليه في هذا الفيديو. دونك قبل ما نبداو هذا الفيديو برعايه عرض الاجتماعيات، الا كان عندك سيزيام علمي ولا باك علمي او لا عندك باك ليبر يعني باك سيونتيفيك وبغيتي تهنى يعني من هذا الماده هذه ديال الاجتماعيات، فكنصحك بهذا الكورس هذا اللي غادي يعاونك بالجهد. فيه جميع الدروس مشروحه بصوتي وبطريقه بسيطه اللي تخليك تفهم الماده كامله. العرض حاليا باقي مستمر، اللي بغى يشري الكورس يتواصل مع هذا الرقم هذا اللي كاين في الاخر، فالمكلف غيعطيك جميع المعلومات مع طريقه الدفع وكلش. الجهوي بقات ليه 3 شهور تقريبا، هاد المده اللي كتعتبر مده مزيانه مريقله كافيه جدا انك تخدم فيها. انا دائما كنعتبر بلي 4 ديال السوايع كافيه في النهار انك تخدم لاي حاجه، انا ماشي غير القرايه ولا اي هدف خدمتي ليه 4 ديال السوايع في النهار، وكانت ديك 4 ديال السوايع يعني متواصله يعني غادي بواحد واحد الكيليبر زوين في كل نهار لواحد المده، اكيد غتوصل النتائج من بعد واحد المده. وثلاث شهور كتعتبر واحد المده اللي مريقله اللي مزيانه وكافيه انك دير فيها هاد الشيء هذا. فكنصحك انك باقي الحال وكنصحك انك تبدا دابا باش تمشي مرتاح، ما تمشيش مبرزط حتى الوقيته الاخر عاد تولي كتقلب كيفاش تخدم وكيفاش هادي. من الاحسن تبدا دابا باش تكون ساليتي في واحد شهرين، ومن موراها كتبدا تبراكتيسي في الجهويات ولا تبراكتيسي في الفروض ولا بينك وبين راسك. كتجلس واحد النهار مثلا نص ساعه في النهار وكتحلل شنو خدمتي شنو قريتي كيفاش فاهم داكشي اللي فهمتي كيفاش عندك في الدماغ ديالك، وكتلخصو غير بينك وبين راسك وتقدر تعاون به ناس اخرين ولا تفهم ناس اخرين بداكشي اللي فاهم. هادشي اللي كاين في الفيديو، هذا هو الجواب ديالي بالنسبة لهذا السؤال. شكرا على الاستماع، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.